السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار الواحدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تواصل عملية معالجة استمارات الاكتتاب الفردية للترشح للرئاسيات، ونقف في النشرة عند دور المحكمة الدستورية في مرحلة تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات. دخول وحدة عين بربر بعنابة لإنتاج مادة الفيلسبار حيز الاستغلال، ورهان على تصدير 10,000 طن منها السنة المقبلة. مشاريع حيوية تمس عدة قطاعات بالقرى النائية بسعيدة وسكيكدة، تنعش التنمية وتستجيب لتطلعات الساكنة. تأكيد على التضامن اللامحدود مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة في اليوم الأخير من فعاليات الطبعة 12 للجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية. المستهل برئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حيث تتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح، وهذا للفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية إلى أجل أقصاه يوم غد الخميس 25 جويلية الجارية. وبإعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات غدا القائمة الأولية للمترشحين لرئاسة الجمهورية، يأتي دور المحكمة الدستورية لدراسة الطعون في قرارات رفض الترشيحات ضمن المرحلة الأولى من المسار الانتخابي منذ استقبال ملفات الراغبين في الترشح إلى غاية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات. هدى الوابح. المحكمة الدستورية حلقة بارزة في مسار العملية الانتخابية، هنا تستقبل ملفات الراغبين في الترشح واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي ترسلها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظرف 24 ساعة من تاريخ تبليغ قرارها بالقبول أو الرفض. بمجرد استلام قرارات السلطة والملفات السادة المترشحين كما قلت لكم مقابل وصل الاستلام، ثم تبدأ مرحلة دراسة الطعون. سيعين السيد رئيس المحكمة الدستورية السيد العضو المقرر، وستعمل الأمانة العامة واللجان العملياتية على توفير جميع الإمكانيات وتقديم إليهم القرارات والملفات المتعلقة بعارضة الطعن. كما يحق لكل مترشح أو لممثله قانونا في حالة رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن يقدم طعنا بإيداع عريضة لدى أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من قرار السلطة. الأمانة العامة ستحيل عريضة الطعن والموافقة بعريضة الطعن إلى لجنة تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والطعون. هذه اللجنة من أصل 5 لجان، دونك هذه اللجنة ستقوم بمهامها، وهناك لجنة أخرى لجنة الإعلام الآلي، دونك ستتكفل بدراسة الآلية المادية والآلية للاستمارات المتعلقة بالسيد المترشح الذي قدم الطعن. فبعد دراسة المحكمة الدستورية لهذه الملفات تصدر قرارها النهائي يتضمن اعتماد القائمة النهائية والرسمية للمترشحين لخوض غمار الرئاسيات، وهذا بعد الفصل في الطعون وفي أجل أقصاه 7 أيام.
باسم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، قدم اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل بمقر سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية، قدم التعازي إثر وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي غوين فو ترونغ. جوجيل وقع بالمناسبة على سجل التعازي. على ضوء الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المنجمي المرتكزة على تجسيد مشاريع البحث والاستكشاف، دخلت وحدة استخراج ومعالجة مادة الفيلسبار بعين بربر بعنابة حيز الاستغلال بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 90,000 طن. إنتاج هذه المادة التي تستعمل في صناعة الخزف الصحي والزجاج محليا يعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث سيمكن من تخفيف فاتورة الاستيراد والرهان تصدير 10,000 طن خلال السنة المقبلة. الوحدة كانت محل زيارة وزير الطاقة والمناجم الذي طلع أيضا بولاية الطارف على وتيرة سير الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر بدراوش التي فاقت نسبتها 68%. نوردين بن عبس. اختير موقع إنجازه في جبال عين بربر بعنابة حيث منجم المادة الأولية، ومن اليوم وحدة إنتاج الفيلدسبار الجديدة ستضاف إلى التحديات المرفوعة ضمن استراتيجية تثمين المنتجات المنجمية وتخفيض الواردات. موض بالمجال المنجمي بأولاً تكثيف عملية الاستكشاف في الآن 26 مشروع عبر التراب الوطني قائم على هذه العملية. العملية الثانية في إطار استراتيجية سيد رئيس في تطوير المجال المنجمي هو التطوير المناجم المستكشفة، ومن بين المناجم المستكشفة هو منجم عين بربر للفيلدسبات اللي هو منجم مهم جدا، حوالي المخزون تاعه يفوت 3 مليون طن في كمخزون، وهو أكثر بكثير حسب الخبراء اللي معايا، يعني يوصل حتى ل 6 مليون طن. السوق الوطنية يستهلك 120,000 طن من هذا المادة سنويا. هذا المصنع فقط وحده يصنع 90,000 طن من هذا المادة، وفي مصنع ثاني قريب 30,000 طن، وهكذا راح مع تطوير هذا المصنع راح نقضي نهائيا على فاتورة الاستيراد لهذا المادة. ولأهمية الأسمدة تعمل فيرتيال على إنتاج الأمونياك الذي يستخدم في إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية التي تساهم في التطوير الزراعي. وحدة إنتاج الأمونياك بقيمة 100,000 طن في اليوم. الانتاج الامونياك يتيليزي كوم ماتير بروميير، ماده اوليه لانتاج الاسمده. بالنسبه لطاقه الانتاج فيرتيال فهي طاقه انتاج معتبره، لانه لدينا وحده انتاج بقدره انتاج تصل الى 1000 طن يوميا. 1000 طن يوميا اي ما يساوي اكثر من 220,000 طن سنويا. تأمين الطاقة الكهربائية وتزويد سكان المقاطعة الولائية ذراع الريش بات ممكنا دون انقطاع بعد إنجاز محولين مورد 220-60 كيلو فولت و60-30 كيلو فولت. أهمية هذا الإنجاز باش نديروا السيكوريزاسيون تاع الإنرجي إلكتريك، خصوصا في فصل الصيف وين تكون الطلب يكون ياسر. العام هذا راكم شفتوا باللي راهو البيك وصل الى 19500 ميجا وات، دونك الحمد لله وصلنا للشيء هذا بفضل ما كانش دون انقطاعات. مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بطاقة 300,000 متر مكعب بالدراوش بالطارف فاق 68%. التجارب الأولية مرتقبة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل على أن يتم الاستغلال الفعلي مع نهاية ديسمبر من السنة الجارية. وتلبية لاحتياجات المواطن الأساسية لا سيما ما يتعلق بالتموين المنتظم بالطاقة الكهربائية، تعززت ولاية تيزي وزو بمحطة متنقلة جديدة لتوزيع الكهرباء عبر خطين للضغط العالي على مستوى دائرتي تيزي غنيف وذراع الميزان. الأخضر كعوان.
ارتياح كبير لمسناه لدى ساكنة بلديات دائرتي تيزي غنيف وذرع الميزان بولاية تيزي وزو بعد وضع حيز الخدمة لمشروع محطة متنقلة لنقل وتوزيع الكهرباء بطاقة إنتاج 20 ميجاوات. يغلى بس تلسيتي يخدمنا كي طالعين دكو عرضي من منتسي والله داسن يعني الحمد لله. ورحنا فرحنا كذلك بسمعنا بالمحطة الجديدة هذيك اللي داروها على مستوى مدينة تيزي عنيف ودائرة تيزي عنيف، يعني هذا مجهود كبير بالدولة باش حتى المواطن يحس بالراحة وعقب الصيف إن شاء الله مليح. إذا كور الناس قوسة تجديد لها خير وسقوسة عدا يصروح عرس قوسة سيبو. مشروع المحطة المتنقلة لتوزيع الكهرباء جاء ليعزز من القدرات الإنتاجية من هذه الطاقة الحيوية اعتمدته مؤسسة صنع الغاز ضمن مخططاتها الاستباقية لضمان إمدادات الكهرباء للزبائن دون انقطاع. طوغ نسعوا لي كوبور تسعوا تروحوا تريسيتي دوبي تروم واكين نورمالمون سافا تاميليوري تو لو لاتش كوبيرا تقوى تريسيتي لي كليماتيزور اللي حون تري بيان والعاس كو سان كيو كني الحمد لله مين غا اون سيرفيس لا نوفيل كابين موبيل لا ريجيون نا سولاجي تاس ونسعيا تاس لي كوبير دي ديكتيسيتي الغاشينا سون ساتيسفي عندا ونونجستريا تاس لي بان. هذه المحطه ساهمت في تخفيف الضغط عن الخطوط الكهربائية المزودة لدائرتي تيزي غنيف ودرع الميزان، حيث كان هناك خطين فقط لتزويد هاتين الدائرتين، والآن بوضع حيز الخدمة هذه المحطة المتنقلة محطة المرس أصبح تزويد المنطقة بأربع خطوط كهربائية، مما يساهم في تحسين نوعية الخدمات. الحفاظ على استدامة الطاقة خلال مراحل الذروة قصد ضمان صيف دون انقطاع للكهرباء هو ما تعمل عليه مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لولاية تيزي وزو. وبولاية الأغواط استفادت التجزئات الاجتماعية ببلدية سيدي مخلوف من عملية الربط بشبكة الكهرباء وسط استحسان الساكنة تزامنا وتسليم مشاريع تنموية عديدة في قطاعات حيوية. فؤاد أحماني. عملية ربط أزيد من 500 تجزئة اجتماعية بالكهرباء بأهم تجمع سكني في التوسع العمراني ببلدية سيدي مخلوف بالأغواط. هذه السكنات الريفية هذه مدتها المواطن والله سيدي اللي 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 يقوم داره يسكن، يعني توصل الكهرباء الماء تهيئة الطريق، يعني هذا في نعمة كبيرة نقولوا تحية الجزائر. مستفيد من الكهرباء الريفية، يعني حي 500 قطعة ببلدية سيدي مخلوف، تقدم بشكر السلطات والدولة على الجزائرية على هذا المشروع الذي ينتظره منذ سنوات. هذه التجزئة الاجتماعية التي تم تسليمها في السنوات الماضية شهدت عدة مشاريع في تهيئة الطرق وقنوات الصرف الصحي لتشجيع المستفيدين من استكمال عملية البناء. سجلنا عملية مياه صالحة للشرب، اليوم نسبة الأشغال رها كاملة فيها 100%. من بعد سجلنا عملية صرف صحي، نسبة الأشغال ثاني رها كاملة الله يبارك لها 100%. وزدنا سجلنا عملية تزفية عبر أحياء 500 قطعة، اليوم رها كاملة الحمد لله. الكهرباء اليوم نسبة الأشغال رها فيها كاملة 100%. ما دام التريسيتي جاء دركا الناس تصبح ساكنة ما عندناش إشكال. وفيما يخص حي هذا 500 قطعة، رانا سجلنا له عملية ثاني نتاع بناء 20 سكن اجتماعي من 300 سكن، هذه المدينة الجديدة لبلدية سيدي مخلوف. صنع الغاز كعادتها تتشرف بمعية السلطات المحلية وضع حيز الخدمة للتجزئة الاجتماعية تابعة لبلدية سيدي مخلوف ولاية الأغواط، والتي تضم 500 قطعة تم ربطها بالكهرباء. هذه التجزئة عبارة عن واحدة من 63 تجزئة، مشروع عدة صفقات مع مديرية التعمير والبناء لولاية الأغواط، هي قيد الإنجاز. انطلقنا في 41 تجزئة وسيتم انطلاق في تجزئات أخرى، سيتم إن شاء الله تسليمها قبل نهاية 2024. ومن شأن الانتهاء من ربط هذا التجمع السكني بالكهرباء ولاحقا بالغاز سيسمح من توفير كل مستلزمات الحياة.
وبمقاربة تنموية شاملة ومتوازنة، جملة من المشاريع التنموية غيرت ملامح قرى ومداشر ولاية سعيدة ومكنت ساكنتها من مزاولة نشاطاتهم الاقتصادية تحقيقا للقيمة المضافة. سارة محمد ساري. لسنوات وعلى الطريقة التقليدية مارس سكان حاس الغوط حياتهم اليومية والتي احتاج قاطنوها خاصة إلى تعبيد الطريق لممارسة تجارتهم في تربية الدواجن والتي تميزت بها هذه المنطقة بدائرة الحساسنة بولاية السعيدة. هذه المنطقة حق ربي كنا مغبنا بزاف، ما كان الطريق ما كانش، كان ضايع الطريق، كان أصحاب الكوميرسان يجي يشرجوا الدجاج ما يجوش عندنا، يعني يخافوا من قبل الأسر، بصح كيخدموا لنا الطريق حق ربي من الناس تجي واحد أصحاب يعني يجوا عندنا يشرجوا علينا الدجاج، كانوا بزاوزتوا علينا هنا ما ياخذوش يقروا، كان الطريق كان اللي يكون كيما نقولوا ما كانش، حضروا لنا المدرسة البلدية، كاع راهم عندنا حق ربي رانا غاية كاع. أما تلاميذ منطقة جيدة فكانوا يتنقلون رغم برد الشتاء وحر الصيف كيلومترات وصولا إلى مدارسهم. أما في السنوات الأخيرة فقد فتحت مدرسة جديدة بها كل المرافق الضرورية بما فيها النقل والمطعم المدرسي. زمان كانت عندنا مشاكل، ما كانش عندنا مدرسة، بزاوز يروحوا من القرية سيدي يوسف بعيدة 6 كيلومتر، مغبونين دايرين، والحمد لله في المشتى في الصيف في الربيع في كلش كاع الوقت مغبون، والحمد لله بعد هذا الشيء جاد المدرسة، والله لا رانا نحمد ربي ونشكر، ياكلوا هنا يشربوا مطعم، الحمد لله كاين فرق كبير كاع كبير، والحمد لله بزوز ولد تقرا عند داره. ماكلة مليحة راه تجي الماكلة هنا يوصلوها لهم في الوقت، ياكلوا ما خاصهم حتى حاجة. أما الغاز فقد كان أكبر مشكل عانى منه سكان هذه المناطق النائية خاصة في فصل الشتاء، وبتوفير غاز البروبان تغيرت حياتهم كليا. درسني توالا كنا ندور قرعة عمرها أساسنا عمرها ب 40,000، يدينا التراس ب 40,000 وهي تسوى 20,000، بصح دروك جابوا لنا الغاز دخلوا على الرايس. كنا نعمروا القلعة بالتراسبور وواعل علينا الحال، والطريق كان شينا بالقوة. أيوه ساعة اليوم رانا ملاح، رانا غاية قاع، الطريق فاتنا للبلاد الهيه ونقضوا معاها ونولوا. الطريق هذه منا كانت شينا، كانت التركتور ما يتمشاش معاه، وكنا مغبنا، بصح في ساعة ساعة اليوم اللي خدموا لنا الطريق رانا الحمد لله. المنطقة هذه لنا فيها منطقة جديدة تبعد على مقر البلدية حوالي 15 كيلومتر. استفادت هذه في مناطق الظل من غاز بروبان، المسالك الريفية، الكهرباء الريفية، كاين ثاني مشروع تاع تزويد الساكنة بمياه صالحة للشرب. احنا زمان كنا مغبنا في الغاز، كنا نجيبوا القرع من بعيد، كان نهار اللي نجوبوه كان نهار اللي ما نجوبوش، كان نهار اللي نباتوا للبرد كان نهار اللي، واليوم الحمد لله. فيما يخص فتح مسالك الريفية وإيصال الكهرباء الريفية والمناطق النائية، كذلك توزيع قارورات الغاز على مواطنين المعزولين في المناطق النائية، وتقريب المدرسة ابتدائية بدوار الهوادير. بفضل هذه المشاريع المقررة في برنامج رئيس الجمهورية تغيرت حياة العائلات بالمناطق النائية وانعكست بالإيجاب على تجارتهم وساهمت في فك العزلة عن هذه المناطق البعيدة. والمناطق النائية لولاية سكيكدا تدعمت من جهتها بعدة مشاريع تنموية في قطاعات حيوية لا سيما بالتجمعات السكنية الكبرى. العينة من بلدية ابن زيد مع عمار طبال. قرية الشعب ببلدية ابن زيد إحدى التجمعات السكنية الكبرى استفادت من طريق على مسافة 4.5 كيلومتر فك العزلة عنها ورفع الغبن عن قاطنيها. أو مليحة والله، حاجة مليحة خلاص داروا لنا الطريق والله غاية خلاص مليحة، ساعد التنقل عاد الحركة لاباس. الطريق كانت بكري ما تمشيش، درك مليحة، درك تخدم الطريق والله لاباس بها على كيف تمشي. وإذا كانت قرية أجنة قد استفادت من مشروع قنوات الصرف الصحي، فإن ابن زيد مركز قد استفادت من مشروع لتزويد 1000 مسكن بالغاز الطبيعي
بالإضافة إلى مشاريع أخرى مست قطاعات مختلفة. تم إنجاز عدة مشاريع خاصة: الصرف الصحي، الماء الشاروب، التهيئة الحضرية والطرقات، الإنارة العمومية، الربط بالغاز الطبيعي، هذه المادة الحيوية اللي طلبها كل المواطنين، نفذت على مستوى بني زيد مركز في انتظار تعميمها على باقي التجمعات السكنية الثانوية الكبرى. وفي الأفق مشاريع تنموية من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن. العمليات المنتظرة للانطلاق، فعندنا مشروع معالجة انسلاخ التربة بمدخل ولوج، عندنا ممر علوي لواد مزوج، عندنا إنجاز مضخة ثانية لتوصيل الماء إلى قرية زروبة، عندنا تعبيد الطريق الرابط ما بين بعاكر اللويدة. هذه المشاريع تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم. تتواصل بالعاصمة وفي يومها الأخير أشغال الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية في بعدها الإفريقي والموسوم بي: الجزائر وإفريقيا ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد، بمشاركة وفود إفريقية وخبراء من داخل الوطن وخارجه، والذي تنظمه وزارة المجاهدين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية بمشاركة الجمعية دولية لأصدقاء الثورة الجزائرية. وعن اليوم الثاني والأخير لهذا المنتدى تلتحق بنا حنان بورايوة. حنان، مساء الخير، ماذا عن برنامج اليوم الأخير من هذه الفعالية الدولية؟ إذن كما ذكرت أسماء، اليوم الثاني من فعاليات هذا المؤتمر سيشهد اختتام أشغال المؤتمر في هذا البلد الجزائر التي نبع منها شعار إفريقيا للأفارقة. إذن هذا المؤتمر يعني سلط الضوء على البعد الإفريقي للثورة الجزائرية، هذه الثورة الإنسانية التي كرست مبدأ شعوب في حق الشعوب في تقرير مصيرها ونبذ العنصرية وأيضا نبذ كل أشكال الاستعمار. إذن ننتظر بعد لحظات صدور مخرجات وتوصيات عن هذا المؤتمر الذي شاركت فيه كوكبة من الكتاب ومن يعني أبناء وأحفاد مناضلين ذو أسماء بارزة في القارة الإفريقية. وعن أهم المخرجات حسب ما يدور في هذه القاعة، أهم المخرجات سوف تتمحور حول دعم حق الشعوب الإفريقية في تقرير مصيرها وأخذ قدرها بيدها، وخاصة فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية متمثلة في الجمهورية العربية الصحراوية. أيضا من أهم المخرجات التي سيتمخذ عنها هذا المؤتمر هو يعني دعم التنمية في إفريقيا. هذه التنمية مرهونة باستتباب الاستقرار والأمن في كامل الربوع الإفريقية، مع أيضا تكريس دور الجزائر في لعب دبلوماسية تاريخية، دبلوماسية نضالية، اقتصادية، ثقافية ودينية في القارة الإفريقية، مع يعني دعم توجه الجزائر في حل النزاعات الإفريقية داخل القارة الإفريقية. إذن هذا كل ما يتمحور خلال هذا اليوم الاختتامي للمؤتمر الموسوم بالبعد الإفريقي للثورة الجزائرية. حنان بورايو، شكرا جزيلا لك. انتقل إلى رحمة الله المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني عمر خالي، زوج ورفيق أيقونة الثورة التحريرية المباركة المجاهدة جميلة بوباشا. وإثر هذا المصابي يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا بتعازيه الخالصة لعائلته الكريمة وكل رفاقه في الجهاد والكفاح، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن لله وإن إليه راجعون. اختتمت منذ قليل بولاية بومرداس أشغال الطبعة 12 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية التي حملت شعار كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية، حيث جدد المشاركون تضامنهم الكامل واللامحدود مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة حتى تحقيق الاستقلال. فعاليات اختتام الطبعة أشرف عليها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالجزائر وممثلين عن المجتمع المدني ومتضامنين مع القضية الصحراوية. نحن نرى التجسيد الميداني
لعلاقات تاريخية متجذرة بين شعبين وبلدين شقيقين. أين تستقي الثورة الصحراوية، ثورة العشرين من مايو، من الثورة الجزائرية، ثورة الأول من نوفمبر المجيد؟ إنها مرحلة أخرى من كفاحنا المرير، عنوانها التصدي بكل السبل لمؤامرات ومناورات دولة الاحتلال المغربي الرامية إلى الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والتنصل من التزاماتها والاتفاقية التي وقعتها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر في حق المدنيين الأبرياء، حيث استشهد فجر اليوم 5 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الجرن شمالي القطاع، كما تجدد القصف المدفعي الصهيوني على رفح وعديد المناطق بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 89 مدنيا وإصابة 200 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أزيد من 39 ألف شهيد وأكثر من 90 ألف جريح. هذا وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة خان يونس جنوبي القطاع خلال يوم واحد فقط، حيث اضطروا إلى الفرار باتجاه مناطق لا يوجد بها بنية تحتية بعد إصدار الاحتلال الصهيوني أوامر بالإخلاء الفورية. هذا وتواجه الطواقم الطبية في غزة وعلى مدار الساعة صعوبات كبيرة في التكفل بالأعداد الهائلة من المصابين في ظل شح الإمكانات وانهيار المنظومة الصحية، ظروف صعبة ومعقدة لم تثني الطاقم الطبي الجزائري عن بذل أقصى الجهود للمساهمة في التخفيف من آلام المصابين وتضميد جراحهم. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة، وسام أبو زيد. مع استمرار الهمجية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، نطل عليكم اليوم من داخل مجمع ناصر الطبي، ونرصد لكم كيف استطاع الوفد الطبي الجزائري أن يداوي جراح الفلسطينيين. في وقت كثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كان الأطباء الجزائريون يجولون بين الأقسام بمجمع ناصر الطبي لمداواة الجرحى الفلسطينيين في مهمة إنسانية استمرت 19 يوما واختلطت فيها مشاعر الأخوة والعروبة لإنقاذ المصابين. الوضع صعب جدا، أكثر ما كنا نتصور، يعني الليلة البارح كانت تبدو هادئة، ثم استيقظنا صباحا على مجازر، والجو منذ الصباح باكرا لم نتوقف عن استقبال الجرحى والشهداء، والله المستعان. الوضع في الشمال صعب، لكن عدد الإصابات والقتلى هنا أكثر، يعني الشهداء نحسبهم كذلك. ومن داخل غرف العمليات وجدنا أطباء جزائريون لم يكلوا ولم يملوا وواصلوا العمل ليل نهار لإجراء سلسلة عمليات دقيقة وعاجلة للمصابين، أنقذت فيها العديد من الأرواح وخففت من الضغط على الطواقم الطبية الفلسطينية المنهكة بسبب العدوان الإسرائيلي. صراحة يعني عدد كبير العشرات تم استقبالهم في الطوارئ، حالات بتر يعني كثيرة، شهداء يعني ما جاءوا أصلا على المستشفى، فصراحة الوضع هذا القصف يعني طال كل أحياء خان يونس يعني تقريبا بلا استثناء. فوصول أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي كان أكبر من طاقة المستشفى وأقسامها رغم كل المحاولات، وبات الحصول على فرشة أو سرير للمريض هي من المهمات المستحيلة التي تواجه الأطقمة الطبية. لا يوجد أسر، وانظر هنا حتى حالات العناية المركزة لا يوجد فرشات في المجمع. أبسط حقوق المريض أن يتم وضعه على فرشة، كما ترون لا يوجد حتى فرشات أو أغطية. هذه الأغطية يتم إحضارها من قبل الأهالي بأنفسهم من بيوتهم. فالأطباء الجزائريون تمكنوا خلال الأسابيع الماضية من إنقاذ أرواح مئات الفلسطينيين، خاصة في ظل عدوان إسرائيلي مستمر للشهر العاشر على التوالي على كل المحافظات الفلسطينية. مساء أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
في الحدث الرياضي الأولمبي، وقبل يومين من موعد حفل الافتتاح يواصل الرياضيون الجزائريون التوافد تباعا على القرية الأولمبية بباريس بعد أن التحق كل من رياضي ألعاب القوة، الملاكمة، الجيدو، الجمباز، المبارزة والبادمتون وسط أجواء يسودها التفاؤل لتشريف الألوان الوطنية في هذا المحفل الرياضي العالمية. متفائلين جدا، وهذا التفاؤل نابع عن برنامج تحضيري كان طيلة 3 سنوات، أين الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات من أجل التوهج وكذلك تحقيق أحسن نتائج لتشريف الرأي الوطنية وإسعاد الشعب الجزائري. نقدر نقول لك أنه نقدر بدينا نتأضبطيه مع الأوقات وفي هنا في باريس، وإن شاء الله رانا ننتظر في البرنامج تاعنا باش ندخلوا غير مع المنافسة. أكيد لازم الشعب الجزائري يعرف أنه إحنا كرياضيين ككل أن راح نديروا كامل اللي عندنا باش نفرحوهم إن شاء الله. الحمد لله كانت تحضيرات جيدة دون توقف، بدلين أني نحس روحي واجد. نبدأ إن شاء الله يوم 27 المنافسة الأولى تاعي في التصفيات، إن شاء الله ربي يوفقنا في هذه المنافسة. أيام قليلة ونكونوا فوق الحلبة، وبالنسبة للتحضيرات قمنا بتحضيرات جيدة بدون توقف، وين يعني درنا تربصات واحتككنا مع الملاكمين. إن شاء الله راح نكون يوم 30 مع أمين بلقادي، وكذلك دريس مسعود يوم 29، وليلي محمد المهدي يوم 2 أوت. إن شاء الله المصارعين عندهم عزيمة كبيرة. بالتوفيق لأفراد بعثتنا الوطنية. نختم بتراثنا المادي العريق، حيث تزين قصر رياس البحر التاريخي بفسيفساء من الألبسة التقليدية الجزائرية التي تنوعت باختلاف عاداتنا وتقاليدنا، فتميزت في المهرجان الثقافي الوطني السادس للزي التقليدي الذي احتضنه مركز الفنون في طبعته السادسة. فضاء ضم إبداع 15 حرفيا هدفهم الأول الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الشعبي. وهبة دندني. بهذه الطريقة تمكنت الأمهات والجدات من الحفاظ على فن الطرز التقليدي اليدوي منذ قديم الزمان، من خلال حرصها على تعليم البنات هذه الحرفة اليدوية حتى لا تزول. احنا بكري هكا كنا نتعلموا، كنا صغار نقراو من العشيه للعشيه، نتعلموا مع عند امهاتنا، مع عند جدودنا، مع عند جيراننا. وبكري كنا الدار تدخلي ليها ما كاش الدار اللي تدخلي ما تصيبيش طنيبر، ما تصيبيش لي زيكوي، ما تصيبيش الطبله. تعلمت هذه الحرفه الطرز الجزائري من بكري من الاخر، مادابيه ما تموتش لان العالم يستعرف بها، وحنا ما دابينا الجيل هذا الجديد هدايا باش يتعلم ويخلي جذوره. الطبعة السادسة للمهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري خصصت لفن الطرز بكل زخارفه ورموزه وعناصره الهندسية التي تضفي على الأزياء التقليدية الجزائرية سمات الجمال شكلا ومضمونا. يعني وفي اللباس الرجالي فيه عديد الألبسة اللي معروضة، منها لبسة الطيلسان، نفس اللباس اللي كان يلبسه الأمير عبد القادر، فيها أيضا الجبدولي أو البدعية، القندورة أو الجبة التي كانت معروفة عند الجزائريين، وكما يدخل المؤرخين أنها كانت لباس الرجال في الجزائر يوم الجمعة، البرنوس، القشابية. لو نشوفوا أفلامنا القديمة من دار سبيطار أو من أفلام اللي فيها وردية ولا أبناء القصبة، ونشوفوا يعني منهم القندورة، من البرنوس، من السروال الشلقة، من الكاساكا، هذو القدم كامل. كسينمائيين علينا أننا يعني في كل مرة تسمح لنا الفرصة أننا ندرج في السيناريو المشاهد اللي يمكن تروج لهذا المنتوج.
الطبعة السابقة كان عندنا المادة العلمية الخاصة باللباس والمقاومة، اليوم حول فن الطرز، فمهم جدا أن كل هذه المادة العلمية نوثق لها وأن نحفظها وأن نروج لها رقميا، يعني أن تكون إن بلاتفورم نوميريك، يعني ليقدر أي واحد يتعرف على كل تفاصيل الزي التقليدي الجزائري. هي مهارات الطرز التقليدي الذي تشترك فيه كل ولايات الوطن مع بعض الخصوصيات المميزة لها. قبل الختام نعود إلى الحدث الرياضي الأولمبي، حيث يلتحق بنا من مركز الإعلام والصحافة بباريس على المباشر الزميل إسماعيل ميلوديا. إسماعيل، كيف تجري أو ما هي الأجواء وسط البعثة الجزائرية قبل انطلاق الحدث الرياضي الأولمبي؟ إذن تحية لك أسماء ولكل المشاهدين هنا من المركز الدولي للصحافة بضواحي مدينة باريس. كل الأمور باتت جاهزة من أجل نقل الصورة، من أجل نقص تفاصيل الحدث لأكبر تجمع رياضي دولي، أولمبياد باريس 2024. حوالي 10,000 صحفي سيغطون الحدث بكل تفاصيله، ومن بينه بعثة التلفزيون الجزائري الذي يتواجد في قلب الحدث من أجل نقل الصورة أيضا وتفاصيل الحدث أيضا، والتركيز أيضا أو تسليط الضوء على البعثة أو الوفد الجزائري الرياضي الذي سيشارك في الحدث. الوفد الجزائري الذي يتواجد خلال هذه الفترات في جاهزية تامة، تركيز كبير، تحضيرات متواصلة من أجل تشريف الراية الوطنية، من أجل بلوغ الهدف وتحقيق أفضل النتائج بعد تربصات عديدة كانت في السنوات الفارطة، الأربع سنوات التي سبقت أولمبياد باريس. اليوم الأمور الجدية، إذن أو نحن أمام الأمور الجدية، وما ينبغي أيضا أو ما لم يبقى فقط على العناصر الوطنية إلا أن تقدم الأفضل في توقيت المنافسة وضمن الاختصاصات التي تعودنا أن نتألق فيها. إذن هذا وتفاصيل أخرى أسماء سنوافيكم بها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. بالتوفيق لبعثتنا الوطنية ولكم في تغطية هذا الحدث الرياضي الأولمبي. شكرا جزيلا لك إسماعيل ميلودي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة أخبار الواحدة. إليكم تذكيرا بالعنوان: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تواصل عملية معالجة استمارات الاكتتاب الفردي للترشحي للرئاسيات. ووقفنا في النشرة عند دور المحكمة الدستورية في مرحلة تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات. دخول وحدة عين بربر بعنابة لإنتاج مادة الفيلسبار حيز الاستغلال، ورهان على تصدير 10,000 طن منها السنة المقبلة. تابعنا أيضا مشاريع حيوية تمس عدة قطاعات بالقرى النائية بسعيدة وسكيكدا تنعش التنمية وتستجيب لتطلعات الساكنة. تأكيد على التضامن اللامحدود مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة في ختام فعاليات الطابعة 12 للجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.